A3 Sportback سيارة رياضية بوظائف متعددة ومتوفرة بمحركي ديزل ومثلهما من البنزين بقوة تتراوح بين 105 أحصنة و180 حصانا، وتأتي هذا العام تشكيلة إضافية من محركات الديزل والبنزين ونموذج يعمل بالغاز الطبيعي. سنختبر محرك البنزين بسعة لتر فاصلة 8 وبقوة 180 حصاناً وناقل سرعة آلي بسبع سرعات. للوهلة الأولى لن نلحظ أي تغيير في سيارة A3 Sportback عن سابقتها باستثناء تفوق بسيط في الطول والعرض والارتفاع، لكن عند التدقيق سنلحظ تغييرات عدة. المسافة بين العجلات الأمامية والخلفية زادت حوالي 6 سنتيمترات. ثمن السيارة التي نختبرها يبلغ 32500 يورو، 5 لترات فاصلة 6 هي معدل استهلاك جيد لسيارة من هذه الفئة. والآن هل هي سيارة كومبي مريحة في الاستخدام اليومي؟ أم أنها رياضية ومتخفية في شكل سيارة كومبي؟ رياضية جداً ومرنة، ونجاحها يستند إلى كونها مناسبة للجميع، فهي مناسبة لزبائن صغار السن عندما تكون السيارة هي الثانية أو الثالثة في الأهمية للأسرة، وتناسب أيضاً من هم في ربيع العمر عندما يكبر أطفالهم ويغادرون المنزل ولا يرغب الوالدان بقيادة سيارة كبيرة، لكنها تناسب أيضاً الأسر التي لديها طفلان مثلاً. بنظرة دقيقة إلى مقدمة السيارة وخلفيتها نجد فيهما بساطة. شبكة التبريد والزوايا المنحرفة أعلاه هي ما يميز مقدمة السيارة. لا يلحظ حضور محرك البنزين إلا عند الضغط الكامل على دواسة الوقود ليرتفع عزم الدوران إلى 250 نيوتن متر. مسار الخطوط والنوافذ الجانبية الثلاثة تجعل السيارة تبدو مشدودة والتفاصيل واضحة. الجناح الممتد من السقف هو أبرز ما في الخلفية، لكنها عموماً جاءت بسيطة. إذن السيارة الجديدة بسيطة وتقتصر على الضروريات، ومع ذلك فهي تثير الحماس. سبورتباك هي النموذج المفضل في عائلة A3 وخاصة في ألمانيا والسويد، حيث تحظى سبورتباك بشعبية كبيرة. هل سبورتباك عملية في السويد؟ يجيبنا جاك ويلنا. إنها بالتأكيد جيدة للمسافات الطويلة وبها وضعيات كثيرة للقيادة، وأعتقد أنها تحظى بشعبية كبيرة في السويد. وسوف تطرح أودي A3 سبورتباك للبيع في ألمانيا في فبراير 2013، ويمكن اختيار أحد ثلاثة مستويات من التجهيزات. يتيح مستوى التجهيز الثاني الحصول على حزمة اختيارية رياضية للحيز الداخلي تشمل مقاعد جلدية في الأمام والخلف. هل حيز الجلوس مناسب؟ أفضل من يجيبنا على ذلك شخص يزيد طوله على 190 سنتيمتراً. نعم، لدي تجربة مع أودي وغيرها من السيارات الألمانية. إنها مريحة جداً حتى لطوال القامة. نطاق تحريك المقعد واسع جداً. طبعاً من يجلس في الخلف يعاني قليلاً. فعندما أكون أنا السائق يقل لمن في الخلف الحيز المتاح لتحريك الركبتين والقدمين. ميزة أخرى في الداخل. خلف ذراع نقل السرعات يوجد زر دوار ملحق به لوحة تحكم يتم عبرها التحكم بنظام الاتصال من أودي، وباللمس يجري التحكم بالإنترنت ونظام الملاحة والموسيقى بسهولة. تتميز السيارة الجديدة بخفة الوزن إذ قل وزنها 90 كيلوغراما.
إنها فلسفة متكاملة في الجيل الثالث. خفة الحركة مسألة هامة للغاية، ولهذا السبب كان لابد من خفض الوزن. كل مهندس عليه أن يعيش تجربة صناعة أودي فائقة الخفة، بدءا من المقاعد مرورا بالمصابيح وانتهاء بالهيكل، وإلا لما نجحنا بخفض الوزن 90 كيلوغراما. ومن خلال زيادة المسافة بين العجلات وتوزيع أفضل للوزن، صار لدينا خفة حركة أكثر على الطريق. باختصار، سيارة كومبي خفيفة تتيح حيزاً واسعاً للعائلة.